استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطان طائفه البهره بالهند بفضل سيف الدين يرافقه شقيقه الامير القائد جوهر عز الدين وأنجلو. وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس السيسي اشاد بالدور الذي يقوم به السلطان والطائفه في ترميم مساجد واضرحه ال البيت والمساجد الاثريه بالقاهره. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفه البهره بالهند والوفد المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان السيد الرئيس رحب بزياره السلطان مفضل سيف الدين الى مصر مشيدا بالعلاقات التاريخيه التي تربط مصر بالطائفه وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفه في ترميم مساجد واضرحه ال البيت والمساجد الاثريه بالقاهره بالاضافة الى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر، ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري. من جانبه أكد سلطان البُهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة، وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر، فضلا عن حرص الدوله والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنه والتسامح، بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي، كما نوه سلطان البُهره الى الدور المصري المقدر في دفع جهود ارساء السلام والامن والاستقرار في المنطقه والعالم، مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على انهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل افضل لجميع الشعوب